عشان نطمن على الفرقه بشكل اكبر خليني سريعا اروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي ومتواجد في هذه اللحظات في استاد مختار التتش قبل دقائق من انطلاق واستئناف الاهلي لتدريباته. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل جمهور النادي الاهلي. طمنا على بدايه الاستعداد لمرحله غايه في الاهميه بالنسبه للاهلي وجماهيره، ايه الجديد عندك؟ بالتاكيد طبعا مرحله مهمه جدا زميلي امير، يعني انت عارف 48 ساعه كانت راحه وكانت فرصه مهمه جدا للعيبه النادي الاهلي يكون في التقاط بعض الانفاس لان المجهود كان كبير جدا سواء مباراه الذهاب او مباراه العوده، فالحقيقه يمكن اكيد كانت دور كبير جدا ورؤيه فنيه كبيره لبيتسو موسيماني للمدير الفني اللي بنتمنى له كل التوفيق، الحقيقه مجهود كبير ومجهود رائع خلال الايام الماضيه ويا رب ان شاء الله باذن الله تستمر ويستمر هذا الاداء المميز لبيتسو موسيماني. يمكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها زميلي امير بقدر اقول لك ان المحاضره الفنيه المعتاده لبيتسو موسيماني تدريب طبعا كالعاده خمسة، لكن حتى هذه اللحظه لسه لعيبه النادي الاهلي محاضرات فيديو والتحضير كمان سواء لمباراه طلائع الجيش او ايضا كمان مباراه الرجاء والزمالك، الراجل بيشتغل على كل الاطراف أكيد. الرجاء والزمالك يمكن بيتابع لعيبه النادي الاهلي بعض مقاطع الفيديو لان لسه الامر ده ما اتحسمش، فمجهود كبير جدا بالنسبه للجهاز الفني وايضا كمان بالنسبه للعيبه للوقوف على كل ثغرات نقاط القوه والضعف سواء للفريقين وايضا كمان بالنسبه لفريق طلائع الجيش. هي مباراه تحصيل حاصل وواضح جدا كمان ان هيكون في دفع بعدد كبير جدا من اللعيبه اللي ما بتشاركش خلال المباريات الماضيه، ودي فرصه كمان يطمن عليها بشكل كبير جدا بيتسو موسيماني ويطمن كمان على جاهزيه كل اللعيبه لان انت عارف بقى خلاص المرحله هتنتهي هتبدا تخش في بطوله افريقيه جديده وهتبدا تخش في دوري جديد، فلازم الراجل بشكل عام يبص على كل اللعيبه ويا رب ان شاء الله باذن الله تكون مباراه جيده ويستفيد فيها النادي الاهلي بشكل كبير مع رفع بقى درع الدوري العام للمره الخامسه على التوالي والبطوله رقم 42 اللي داخله دولاب بطولات النادي الاهلي. طيب السؤال الاهم اللي بيشغل بال كل الاهلاويه يا كريم، حاله المصابين او مش عايز اقول المصابين، جاهزيه اللاعبين خلال المرحله اللي جايه اخبارها ايه؟ طمنا. يعني اكيد طبعا نقطه مهمه وسؤال مهم جدا، انا هبدا معاك كده من البدايه على راسهم طبعا علي معلول، اكيد الكل بيتساءل عن علي معلول، علي معلول يمكن اقدر اقول لك جاهز لكن بيتم تحضيره وتجهيزه، هيبدا يشارك في الجماعي يوم الاربعاء، دي يمكن نقطه مهمه جدا حابين نوضح لكل جمهور النادي الاهلي، علي ما فيهوش اي حاجه خلاص الامور ماشيه معاه بشكل مطمئن جدا ويا رب ان شاء الله باذن الله يبقى في استفاده كبيره منه لمباراه النهائي. ايضا كمان الشناوي، الشناوي سليم بنسبه 100% لكن انت عارف تغيير الشناوي اللي اتكلمنا عليها في المباراه الاخيره كانت رؤيه فنيه ويمكن كمان الراجل بيحاول ان هو يحافظ على الشناوي ايضا احترازي يعني ينضم ليها تدريبات الجمعيه يوم الاربعاء بالظبط بالظبط زميلي امير. مروان محسن تقل بسيط في السمانه يمكن اشتكى منه قبل كده لكن كلها طبعا حاجات بسيطه جدا، عايز اقول لك يمكن يوم الاربعاء هيكون مروان وهيكون ايضا كمان الشناوي وعلي معلول ورامي ربيعه، رامي ربيعه هي بس النقطه اللي حابين نتكلم عليها ان النهارده اكتمل الالتئام بالكامل بالنسبه لرامي ربيعه لكن في بقى بعض السرعات وبعض التدريبات في ارض الملعب، ايضا من الاربعاء او الخميس ان شاء الله باذن الله يبقى في فرصه ان هو يخش الجماعي وان شاء الله يبقى جاهز بشكل كبير للمباراه النهائيه. يعني بشكل عام امير حابين نطمن كل الناس لعيبتنا جاهزه ان شاء الله، لعيبتنا باذن الله تخش فول تيم باذن الله في المباراه القادمه، منتظرين بقى الطرف اللي هيكون سواء نادي الزمالك او نادي الرجاء المغربي، النادي الاهلي جاهز لهذه المباراه ان شاء الله ويا رب ان شاء الله تكون البطوله التاسعه في دولاب بطولات النادي الاهلي. اخيرا يا كريم، هل محاضرات موسيماني مع لاعبي الفريق لسه بتاخد الفترات الطويله ساعه وساعه ونص ولا التوقيت قل شويه بما انه خلاص يعني بقى له بتاع اكتر من 20 يوم موجود مع الفرقه؟ لا يعني قلت بس يعني بنسبه بسيطه يعني ممكن تبقى 30 40 دقيقه لكن الاول يمكن المحاضرات كانت بتكون مطوله لكن يمكن الراجل عدى شوط كبير جدا في التاقلم والتفاهم مع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بالكامل لكن يمكن كمان المحاضرات خلال الايام دي صعبه شويه يا امير، انت عارف بالنسبه زي ما بقول لك التحضير لفريقين رجاء وزمالك وكمان الراجل عايز يحسم هذا الامر، فيمكن هتكون متابعات مستمره ومحاضرات فيديو مكثفه لكن بشكل عام الراجل عدى شوط كبير جدا في التاقلم والتفاهم والتجانس مع لعيبه النادي الاهلي ودي نقطه مهمه جدا وعلى ما اعتقد مساعدها بشكل كبير جدا ومساعده لعيبه النادي الاهلي مع الاداء المميز اللي احنا بنشوفه، يا رب باذن الله يستمر هذا الامر وهذا الاداء والروح الكبيره لكل لعيبه النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني ونحقق ان شاء الله البطوله الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي باذن الله. يا رب يكونوا موفقين. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي كان معانا من استاد مختار التتش قبل دقائق قليله من انطلاق واستئناف الاهلي تدريباته استعدادا للمباراه النهائيه واستعدادا كمان لمباراه طلائع الجيش اللي هتكون يوم السبت اللي جاي. انا